في ثاني أيام مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية 31 بدولة الجزائر الشقيقة، التقى سيادته بالسيد رئيس جمهورية العراق الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس جدد التهنئة لأخيه الرئيس العراقي على نيل ثقة البرلمان وتوليه مهام منصبه في أكتوبر الماضي، معرباً سيادته عن خالص التمنيات له بالتوفيق في تلبية طموحات وتطلعات أبناء الشعب العراقي الشقيق نحو حاضر يسوده الأمن والاستقرار والرخاء. كما أعرب السيد الرئيس عن الاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات المصرية العراقية. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش مشاركة سيادته في القمة العربية المنعقدة بالجزائر الرئيس التونسي قيس سعيد. تناول اللقاء التباحث حول سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة اليمني. تناول اللقاء العلاقات المصرية اليمنية وسبل دعم اليمن للوصول إلى حل سلمي. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد حسن شيخ محمود رئيس الجمهورية الصومالية الفيدرالية. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني.